أهلا بكم، بداية جديدة لأسبوع جديد في بتوقيت القاهرة. كنا نتمنى دائما أن الأسبوع يبقى هادي على كل الأصعدة، لكن كل أمانينا ربما لا تتحقق. قبل الخبر أعتقد في مقدمة لازمة. السؤال هو إيه هو السر وراء التطرف والإرهاب دائما، وإيه هو السر وراء التقدم والتحضر دائما؟ بالتأكيد هو العقل. العقل لما ينضف، العقل لما يبقى شفاف، العقل لما يبقى بيعي قيمة المنتج أو المنتوج الإنساني، على رأي إخواننا اللبنانيين في الترجمة كده يقولك المنتوج وليس المنتج. طيب يعني إيه؟ يعني لازم دايما نبص على التجربة الأوروبية اللي ربما يكون المذيع عنده حالة من حالات مش الهوس ولكن القناعة الكاملة والتامة بها، تحديدا التجارب اللي سبقت عصر النهضة في أوروبا. أوروبا وهي بتتطور، في أوروبا البرجوازية في القرن الحداشر على سبيل المثال، للاتناشر للدخول في عصر النهضة، ومن عصر النهضة إلى في مرحلة لاحقة عصر الثورة الصناعية في أوروبا. عصر النهضة أي نهضة الأفكار، نهضة العلوم الإنسانية في أوروبا، ده بعد كده اللي أهل أوروبا للثورة الصناعية، وده اللي أهل أوروبا بعد كده لأنها تبقى فيها مجموعة من التكتلات أو من مجموعة من الدول قدرت أنها تخلق إمبرياليات أو توسعات إمبراطورية فيما بعد، تقريبا سيطرت على العالم، العالم جديدا كان أو قديم. طيب عصر النهضة ده بدأ إزاي في أوروبا؟ بدأ لما الكنيسة رفعت إيدها عن كل عقل، لما الكنيسة رفعت إيدها عن حرية الرأي والتعبير، لما الكنيسة رفعت إيدها عن حرية البحث بحثا علميا كان أو فلسفيا إلى آخره. الكنيسة في فترة من الفترات كانت هي الحاكم الفعلي لأوروبا، هي من تحرك الجيوش وتقنع الأمراء وتمنح هذا صكوك الغفران وهذا كم فدان في الجنة وهذا قصر. الكنيسة لما سيطرت على أوروبا فضلت أوروبا قابعة في الظلام، ولما اترفعت ايد الكنيسة بدأت أوروبا تفكر، بدأت أوروبا تتنفس، بدأت أوروبا تفهم، بدأت أوروبا تتقدم، تقدمت في علومها الإنسانية وتقدمت في علومها التطبيقية فيما بعد. اتعرف العصر بتاع ما بعد رفع يد الكنيسة، احنا بنتكلم عن الكنيسة لها قيمة دينية فقط لا غير، ولا تتدخل في أي شيء آخر، لا علاقة لها بالسياسة، لا علاقة لها بالاقتصاد، لا تستطيع مرة أخرى أن تصدر تصريحات إن بلاد الشرق تفيض لبنا وعسلا، فتحصل الهجمات الأوروبية على بلاد الشرق واحتلال القدس والأراضي العربية على ساحل البحر المتوسط وما إلى ذلك. طيب لما رفعت الكنيسة إيدها عن السياسة، الاقتصاد، التفكير، الرأي، الحريات إلى آخره، دخلت أوروبا فيما يطلق عليه عصر النهضة. ولما بقى في حاجة اسمها عصر النهضة والعقل الأوروبي أصبح متطلع إلى ما بعد، أصبح في عندنا ثورة صناعية كبرى. ولما بقى في ثورة صناعية كبرى تبعها إمبرياليات، وبسبب الحروب تبدأ تتقدم التكنولوجيا، وده الحقيقة. يعني أي دارس للاقتصاد مفترض يعني انه عارف كويس جدا انه اوقات الحرب هي السبب الرئيسي وراء التقدم التكنولوجي، لانه بتبقى تكنولوجيا الصناعات العسكرية سريعة جدا لاجل انها تحاول ان تنتج او تخترع او تبتكر اسلحة جديدة علشان تقدر تخضع بيها العدو او الاخر او الخصوم الى اخره. بعد ما بتنتهي الحرب هذه التكنولوجيات شيئا فشيئا رويدا فرويدا تتحول الى تكنولوجيا قابلة للاستخدام المدني، نستخدمها في ايدينا زي الانفيزبل شيلد اللي انت بتحطه على الموبايل بتاعك عشان ما يتجرحش، ده اختراع تكنولوجيات عسكرية على سبيل المثال يعني. طيب ايه اللي بيحصل في مناطق الشرق؟ ايه اللي بيحصل في المناطق العربية؟ ايه اللي بيحصل فيما يطلق عليه تسمية يستعجبها المذيع العالم الاسلامي؟ انه مفيش عصر نهضة، انه في سيطرة للكيانات الدينية على العقول، على السياسة، على الاقتصاد. الحق دي حرام، الحق دي غلط، لا ما تعملش كده. هنا ما بقتش المسألة سيطرة كنسية، هي سيطرة المسجد الجامع، المسألة كلها هي سيطرة أصحاب العمائم على طريقة التفكير. ومن ثم طريق هؤلاء أصحاب العمائم دول، منهم الصالح ومنهم الطالح، ليس كل من يرتدي عم العمائم هنا للجميع لأي ديانة،
مش بالضرورة كلهم صالحين، وليس كلهم طالحين، فيهم وفيهم. للأسف الشديد أن الخطاب السيء ينتشر بسرعة. ليه؟ لأنه يخاطب عقول مراهقة أو عقول غير مكتملة أو عقول غير متحققة، وبالتالي نقدر نطلع إرهابي، نقدر نطلع ياسر برهامي صغير، نقدر نطلع أيمن الظواهري، محمد الظواهري، أسامة بن لادن، أبو حمزة المصري، إلى أبو بكر البغدادي، أبو بكر ناجي. اقعد بقى عد في عشرات الأسامي، سيد قطب إن حبيت، وهكذا، أبو الأعلى المودودي، تقدر تطلع كتير. ثم يحصل اللي حصل على سبيل المثال في فرنسا، فيكره العالم الإسلام والمسلمين. الكل أكيد تابع اللي حصل امبارح بالقرب من متحف اللوفر في وسط باريس، هجوم لشاب مسلح بسكين على جندي فرنسي، دفع الجندي لإطلاق النار وإصابة الشاب بإصابات خطيرة. نعم، التحقيقات أثبتت أن الشاب مصري اسمه عبد الله رضا رفاعي الحمحمي. لو شفنا اللي كتبوا هذا الشاب على حسابه على تويتر قبل تنفيذ العملية لا تستغرب أبدا أنه هو يقوم بده. كتب الآتي: لا تفاوض، لا مساومة، لا مهادنة، ثبات، لا تراجع، حرب لا هوادة فيها. ايه؟ عايز ايه؟ ولا حاجة. عقل غير مكتمل، كيان غير متحقق، يتحدث حديث المراهقين اللي تقدر تداعب خيالاتهم مداعبات فكرية إذا صح التعبير، وتفهموا أنه بطل، فارس مغوار، هو المجاهد العظيم، هو محرر الأرض، هو ينشر الإسلام، هو يقتل الصابئة، يقتل الكفار، سوف يعيد المجد ويرفع الرايات. كتب إيه تاني هذا الشاب المصري المعتدي على الجندي الفرنسي؟ هم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في سبيل مين؟ في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يساوي قتل؟ الجهاد في سبيل الله انك تقتل واحد بيقوم بواجبه في حماية شرعه او بلده او وطنه، إلخ؟ غريب جدا. يقولك: وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا، خد بالك من دي، حب رب الناس. ومين اللي اعطاله الضمانة؟ ربنا؟ يعني هل ربنا ارسل الوحي على هذا الشاب يقول له انت ضمنت حبي ليك؟ اطلاقا، اللي قدم له الضمانة شيخ واحد لابس عمة أو مش لابس العمة، لابس طاقية شبيكة أو مش طاقية شبيكة، لابس طرحة زي محمد حسان، وراح قايل له إيه؟ مسألة بسيطة خالص، أنت لما هتعمل كده، بقول لك زي الصنف، مش بقول لك محمد حسان تحديدا يعني، بس هو الصنف ده، بص أنت هتخش الجنة، أنت ربنا بيحبك، أنت مش عارف حور العين، أنت مش عارف هتبقى فحولتك عاملة إزاي فوق لما تخش الجنة، أنت مش عارف هيجي لك كام واحدة، مش عارف أنت هتلاقي أنهار اللبن والعسل والخمر قدامك. خلاص كل اللي اتحرمت منه من الدنيا هتلاقيه فوق. مش بس كده، ده انت في الدنيا هتصبح بطل، الناس هتكتب عنك. شيء رائع جدا. قال لك: وفيما الوقوف، ده كلام الضمانة قدمها بني آدم لبني آدم تاني، خائب إلى خائب الرجاء. كتب تدوينة تانية وقال فيها: اللهم إن لنا أخوة مجاهدين في سوريا وكل بقاع الأرض. عنده بقى إخوة مجاهدين في سوريا، عنده إخوة مجاهدين في العراق، عنده إخوة مجاهدين في رفح والعريش والشيخ زويد، عنده إخوة مجاهدين في تونس، عنده إخوة مجاهدين أو كانوا يجاهدون في الجزائر وقت أن ضربها الإرهاب، إلخ، وهكذا. طيب، دي تصوراته أنه ده جهاد لأجل تحرير الإيه؟ من وجهة نظره يحرر العقول، يحرر القلوب، يصفيها، ينقيها، يسمو ويعلو بها. فإن لم تمتثل هذه العلو القلوب والعقول أراق الدماء. هي كده، يجي واحد يقول له خالد بن الوليد ذبح مش عارف مين وفصل راسه عن جسمه، لا بص بقى ده أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم جميعا، أبو بكر الصديق حرق مش عارف مين وعمل كذا وفعل كذا، شايف دول الصحابة. الولد جاهل، مش أمي، جاهل، ويصدق، هو شايف قدامه أبو عمة، أبو طقية شبيكة، أبو طرحة،
او حتى لابس بدله يافه ماركه طلياني كده اخر شياكه، لكن يكلمه بالادغام ويكلمه بالغنه ويحفظ ايتين يروح قايلهم قدام الواد، وحديثين غير صحيحين او مضروبين او لا اصل لهم او اصلا ملتبس فيهم، ويشجع الولد او الولاد سواء اذا كانوا رجاله ولا ستات ان هذا جهاد في سبيل الله، والله منهم براء. معانا على التليفون الاستاذ محمد عبد الهادي مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط بباريس. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ملابسات الحدث ايه وحاله الولد طبعا دلوقتي ايه؟ هو طبعا ملابسات الحادث طبعا يعني بحسب المدعى العامل في باريس وبحسب الاعلام حتى من قبله كنا قدرنا ان احنا نعرف الصوره العامه عن الواقعه اللي حصل فيها. طبعا المفروض ان السيناريو الواقع دي ان هو الشاب ده اللي هو بيفترض لسه بيشتبه ان هو مصري بحسب الجهات الفرنسيه ما اكدتش بالمناسبه النقطه دي، هم بيتكلموا ان هو بيشتبه لسه ان هو مصري. المفروض طبعا ان هو يعني اندفع نحو العسكريين وهتف الله اكبر وحاول ان هو يسيبهم بالساطور. المفروض ان هو كان بيمسك ساطور في ايده اليمين وساطور تاني في ايده الشمال، وده بحسب طبعا مدعى عام، واصاب واحد بالفعل في راسه وحاول ان هو يسيب واحد تاني، فهو طبعا ردوا عليه باطلاق النار عليه بشكل تدريجي طبقا لقواعد الاشتباك الدوليه. فلما ضربوه بالنار مره واثنين ما يعني لسه كان مازال بيحاول ان هو يتحرك، ضربوه برصاصه تانيه في بطنه فاصيب اصابه بالغه وتم نقله للمستشفى وخضع لعمليه جراحيه، وكان في حاله خطيره كان ما بين الحياه والموت، والمفروض ان حالته يعني اتحسنت ولكن مازال في العنايه المركزه. وبالتالي لسه حالته لا تسمح باي استجواب على الاطلاق. حالته حتى الان لا تسمح باي استجواب مطلقا لسه. تمام. والمفروض ان مدعى يعني هو في اخر المؤتمر الصحفي اللي عقده قال ان يعني لسه التحقيق مازال جاري وهيبقى في مؤتمر صحفي تاني هيدي فيه بمزيد من المعلومات عن ملابسات الواقع. طيب حجم هذا الخبر في الصحافه والاعلام الفرنسي ازاي وكيفيه تناوله؟ هو بالطبع طبعا يعني هو من يعني فرنسا من بقالها سنتين بتعيش حاله تاهب شديده من بعد هجمات على صحيفه والمتجر اليهودي، والهجمات اللي هي كانت اكثر دمويه كمان اللي هي هجمات 13 نوفمبر. فالحاله العامه في فرنسا ان يعني الناس كلها عايشه وعارفه ان في اي وقت ممكن يحصل هجوم ارهابي في اي لحظه. الاجواء العامه طبعا ان في الدوله الفرنسيه نشرت عمليه عسكريه بيتراوح عددها من 7000 ل 10000 جندي. طبعا هو المفروض ان القوات الفرنسيه بتشارك في عمليات خارجيه، لكن من بعد الهجمات الارهابيه اللي هي بتاعه صحيفه شارلي ابدو في يناير 2015 العمليه اللي هي العسكريه دي ابتدت تنتشر في شوارع فرنسا عشان تامن الشوارع الرئيسيه والمواقع الحساسه. هي القوه دي المفروض هي من 7 ل 10000 جندي. العدد بيزيد وفقا للاوضاع الامنيه، لو في مثلا انتخابات، لو في زي مثلا بطولة اليورو لما بيبقى في أحداث بتستدعي أن العدد بيزيد فبيزيد. القوة دي في منها حوالي 3500 شخص في باريس بنقدر نشوفهم في أي حتة بنتجول فيها، سواء ممكن تنزل في الشوارع الرئيسية أو في المراكز التجارية بيتحركوا مجموعات. وده بيدي نوع من الاطمئنان للمواطن الفرنسي بشكل عام، ولكن في نفس الوقت هو بيفكر الناس ان هو يعني القوات دي موجوده، فبالتالي احنا في اي وقت عرضه، لان احنا في اي وقت عرضه لعمل ارهابي في اي لحظه. مفهوم. طبعا يعني في حاجات ثانيه تديك انطباع عن الاجواء العامه في فرنسا، يعني على سبيل المثال مثلا لما بتيجي تاخد مثلا مترو الانفاق بتسمع ان في رساله بتطلب من الناس ان اللي بيشتبه اللي بيشوف اي حد بيشتبه في سلوكه او بيشوف اي مثلا حقيبه او حاجه بيشتبه فيها لازم يبلغ عنها فورا. فدي الاجواء العامه
يعني طبعا لما بتيجي تخش برضو اي مراكز تجاريه او اي حاجه بيبقى فيه تفتيش دقيق المفروض ان هو بيتم على الاشخاص. وانا حتى يعني في بعض الاحيان كنت بجرب اشوف كده يعني التفتيش ده الى اي مدى ممكن بيكون دقيق وكده. فيعني ممكن ان انا وانا بحاول اخش في مره وانا داخل مركز تجاري مثلا ان انا اعدي من غير ما هو يفتش وهو مشغول مع حد تاني لمجرد بس اشوف هو الرياكشن بتاعه هيكون عامل ازاي. فبلاقي انه لا بياخد باله من دهلي بيقوم بالتفتيش بتاعه بالجهاز اللي هو اليدوي اللي معاه اللي هو بيكشف عن المعادن. بس يعني طيب طبعا هل الصحافة الفرنسية أو الإعلام الفرنسي تناول الخبر بمنطق المسلمين أو العرب، ولا تناولوه في إطار أنه شاب صاحب أفكار دينية متطرفة قام بهذا الاعتداء وتم الرد عليه؟ طبعا هو يعني في ظل أن في توقع أن الأحداث دي تحصل في أي وقت، بالتالي يعني ما كانش مفاجأة بالنسبة للفرنسيين أن الواقعة دي حصلت. لكن بالطبع هي تصدرت طبعا كل الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، طبعا كانت هي يعني هي يعني حديث كل القنوات التلفزيونية والصحف، وكان في تركيز شديد على معرفة ملابسات الحادث وإزاي هو قدر ينفذ الهجوم ده، وهل مثلا كان في خلل إزاي قدر يخش المركز التجاري وهو معاه سواتير كل واحد طوله 40 سنتي. يعني هل ده كان نتيجة مثلا خط تفتيش أو حاجة؟ فطبعا لا، في اهتمام كبير بالجانب الأمني بشكل عام، والملف الأمني بيحتل مكانة مهمة في البرامج الانتخابية بتوع مرشحين الرئاسة. لأن زي ما حضرتك عارف فرنسا بعد أقل يعني بعد حوالي 70 يوم في انتخابات رئاسية. وحاليا يعني عاده كان الملف الاقتصادي والاوضاع الاقتصاديه والبطاله والحاجات دي كانت هي الشاغل الرئيسي بالنسبه للمواطن الفرنسي، لكن طبعا مع التطورات والاحداث الارهابيه اللي حصلت على السنتين اللي فاتوا بقى الجانب الامني بقى ليه جزء كبير قوي، ليه بيحتل اهميه كبيره جدا. وده حتى دفع الحكومه انها يعني تعيد النظر في الموازنة العسكرية بتاعت الدولة، ان هي تزود الموازنة العسكرية بتاعت قوات الجيش او قوات الشرطة، وان في طبعا مساعي يعني في ان هم هيستحدثوا وظائف هيزودوا اعداد قوات الشرطة والدرك والجيش بشكل عام عشان يقدروا ان هم يأمنوا الاراضي الفرنسية وفي نفس الوقت يوفوا التزاماتهم الخارجية. فرنسا طبعا الى جانب طبعا انها بتواجه الارهاب في الداخل هي بتواجهه في الخارج، بتشارك بقوات عسكريه في منطقه الساحل الافريقي، في قوه اسمها برخان بتشارك ب 3500 عسكري بتساعد دول الساحل الافريقي في مكافحه جماعه بوكو حرام. وبتشارك طبعا في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق. فبالتالي هم يعني في اهتمام كبير حاليا بالجانب الامني. تمام، مفهوم جدا. اشكرك جدا استاذ محمد عبد الهادي مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في باريس. طبعا هو طبقا لما هو منشور والعهده على الناشرين انه والد الشاب بينفي تماما، هو اللي هو رضا رفاعي الحمحمي، بينفي تماما ان ابنه ليه علاقه بهذا الحادث، وبيقول انا ابني بيشتغل في شركه محاماه في دوله الامارات، وانه كان بيكلم ابنه من كام يوم وقال له ان هو مسافر في مهمه عمل في باريس الى اخره. طيب على كل حال خلونا هنا مش هنخلق ربط غير موجود وإنما ربط فكري عشان تبقى فاهم مسألة الاعتناق الفكري للأفكار المتطرفة والفلسفات المتطرفة. حضراتكم فاكرين المتهم اللي قتل يوسف لمعي، المرحوم يوسف لمعي صاحب محمصة اسكندرية ذبحا في شارع خالد بن الوليد؟ النهاردة بدأت محكمة جنايات اسكندرية أولى جلسات محاكمة المتهم. حلو، خلال سير المحاكمة الحضور تمت مفاجأتهم هم وهيئة المحكمة بإيه؟ المتهم، مش هقول هنا القاتل، المتهم عشان المحكمة لسه ما أصدرتش حكمها النهائي البات، المتهم قال أنا اللي قتلته. إيه ده؟ أنا اللي قتلته؟ وش؟ يعني إيه؟ الاعتراف سيد الأدلة يعني، ماشي. ولو رجع بيا الزمن هقتله تاني وهقتل كل أصحاب محلات الخمور. دي طريقة التفكير، دي طريقة
التسلسل الطبيعي، مش لأفكار متطرفة، لكن لمجتمع يحمل تطرف جواه للأسف الشديد ما بين جنباته. قد تجد ما بين أفراد الأسرة أو الجيران أو الشارع أو الحي، مش بس في مصر الحقيقة، في أغلب الأوطان العربية إن لم يكن كلها، لكن المذيع الحقيقة ما بيحبش الجمع، قد يغلب أو يبعض في بعض الأحوال يعني. شخص أنت لا تشك فيه على الإطلاق وتكتشف إنه متطرف. أنا فاكر كان في شاب كنا نقابله زمان الحقيقة في ميدان التحرير فيما بعد ثورة يناير، وكان ضابط شرطة سابق كان اسمه الدروي، وبعدين قال للأهله أنا مسافر أمريكا. بالظبط كده، أنا مسافر أمريكا. وبعدين هو في أمريكا أصلا عيان جدا وبتعالج، وفعلا أنا أظن أنه كان مريضا يعني، وأعرف بعض من جيرانه وأقرباء يعني جيرانه وأصدقاء مقربين جدا لي وهكذا. وفجأة انقطعت أخباره عن الولايات المتحدة الأمريكية تماما، ثم شوهد فيما بعد ذلك في تركيا، وفيما بعد ذلك كان يتجول ما بين العراق وسوريا بين قوات داعش إلى أن توفاه الله، الله يرحمه. هي نفس الطريقة، هي أنا مسافر وعندي مهمة عمل في باريس، وفجأة بيقوم بالاعتداء ويحصل اللي حصل. فكروا كويس، مش في عيالكم ولا في جيرانكم ولا في أهليكم، فكروا كويس إيه هو الباعث الحقيقي وراء التطرف. أي مجتمع لن يعالج أي تطرف بالقضاء على الإرهابيين أو المتطرفين. لو عاوز تقضي على التطرف بتقضي على الفكرة، تحارب الفكرة. طب وبتحارب الفكرة إزاي؟ بفكرة تانية أكثر بريقاً، أكثر نجاعة، أكثر منطقية، أكثر إنسانية. ولحد كده فاصل ونكمل الكلام. من الواضح جدا ان دونالد ترامب لا يكف ابدا عن ابهارنا جميعا وابهار العالم الحقيقه. واضح جدا انه هيبقى عندنا خبر تقريبا يوميا متعلق برئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب. حلو. فرضت واشنطن بالامس رسميا عقوبات جديده ضد ايران. يا جماعه مش واشنطن دي كانت هي عربت اتفاق 5+1؟ هم مش قاعدين بيشتغلوا على الموضوع ده من 2008 2009؟ ألم يحتفي الخمس دول الكبيرة دي زائد ألمانيا، الخمسة بتوع مجلس زائد ألمانيا باتفاقهم مع إيران؟ الله، مش خلصت قصة الشيطان الأكبر ومش الشيطان الأكبر؟ الله ماشي. فجأة لا، عقوبات ضد إيران ليه بقى؟ قال لك ده رد فعل على أحدث تجاربها الصاروخية اللي أجرتها الأحد الماضي. دولة بتجري مجموعة من التجارب على سلاح عندها جديد في حدود أنها دولة حرة مستقلة. يعني مين اللي هيفرض عقوبات على أمريكا لما تجري تجارب صاروخية على سبيل؟ مين اللي هيفرض على إنجلترا، على فرنسا، على الصين؟ محدش، لأنه بمنتهى البساطة المجتمع الدولي في إيد مجموعة الدول السابق ذكرها ويزيد قليلاً. نقلت عدد من التقارير الصحفية الدولية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه الأخير بأنه كافة الخيارات متاحة تجاه إيران. رجل يريد إيه؟ إشعال حرب جديدة في المنطقة؟ وياريتها بتبقى حرب مباشرة، يعني ياريت الجميع رجالا بما يكفي ليحاربوا بعضهم البعض، لكن يخلقوا ما يطلق عليه الحرب بالوكالة. والله صحيح. طيب ده بعد إجراء زي ما كنت بقول لكم إيران لتجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد الماضي. سبق لوزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أنه أكد أن بلاده أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي، وقال الاختبار لم يمثل انتهاكا للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع العالم. وعنده حق لما يقول مع العالم، لأنه رؤساء الوزراء بتوع كبريات دول العالم هرولوا هرولة إلى طهران، وحكومات كبيرة في العالم قدمت دعوات رسمية واضحة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وراح وزار عواصم أوروبية وعقد الصفقات والاتفاقيات. طيب بدوره بيقول قائد الحرس الثوري الإيراني النهاردة إن بلاده تستخدم، أنا آسف أنا قلت وزير الدفاع، هو ده قائد الحرس الثوري، أنا آسف جدا،
المهم بيقول ان بلاده بتستخدم صواريخها ضد اعدائها، وان هددوا امنها، بس ما قالش حاجه غير كده، يعني ما قالش احنا بنهدد مثلا اي حته في العالم، هو قال اللي هيهدد امننا هنستخدم الصواريخ ضده. طبعا ده كان على خلفيه عوده التوتر مع الولايات المتحده الامريكيه. هذا التوتر خلقه الرئيس الحالي الموجود في البيت الابيض، يعني لم تكن ايران هي البادئه او صاحبه البادره الاولى، وانما الرجل تحدث بخطاب سياسي ضد ايران وحكامها ونظامها الى اخره. قال قائد القوات الجويه الفضائيه طبقا للمنطوق الايراني او التعبير او المصطلح الايراني في الحرس الثوري ان الحرس يعمل ليل نهار لحمايه امن ايران. اذا راينا هفوه طبقا لكلامه من الاعداء ستسقط صواريخنا باصواتها المدويه على رؤوسهم. الحقيقة لا يستطيع المذيع إعفاء نفسه من ذكر أو من تعبير أنه أيضا تصريحات تحمل الكثير من التهور، الكثير من النزق. طيب خلونا في هذه الحال بقى نروح الناحية التانية على الجانب الأمريكي. ترامب مرة كمان، بس المرة دي مش متعلقة بإيران بقى، مسألة متعلقة بأصداء قراراته الأخيرة واللي أصبح ليها الكثير من ردود الأفعال داخل المجتمع الأمريكي بشكل خاص والمجتمع الدولي بطبيعة الحال بشكل عام. احنا بنتكلم على الدولة الأقوى اقتصاديا في العالم والأقوى عسكريا في العالم وصاحبة الدوائر الحيوية الأكثر نفوذا في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية. فكل ما يصدر عن رئيسها أو دوائرها أو دوائر صناعة القرار فيها تلقى صدى دولي. النهاردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف مجموعة عبر حسابه الرسمي على تويتر، كما جرت العادة الرجل لا يتوقف عن التغريد، ده قدامكم عن بي بي سي، وصف إيه بقى؟ قرار قاضي في المحكمة الاتحادية بشأن رفع الحظر المؤقت عن دخول مواطني 7 بلدان طبقا للقرار ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة بأنه قرار القاضي مثير للسخرية. وقال الرئيس الأمريكي رأي هذا الذي يسمى بالقاضي ولغويا هو رفع عنه صفته كويس يحرم بلدنا من تطبيق القانون وهو أمر مثير للسخرية، وسيتم إلغاء هذا القرار، وما سيتم إلغاءه من هذا القرار سيعرض البلاد لمشاكل كبيرة. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنه هيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التزاما بحكم القاضي. وزي ما أنتم عارفين في مرحلة سابقة اتقال أنه أصحاب الإقامات جرين كارد لن يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. على كل ده طبقا لوزارة الخارجية التزاما بحكم القاضي الاتحادي في سياتل، واللي أوقف الأمر التنفيذي اللي أصدره رئيس الدولة. شايف قوة القضاء الأمريكي؟ عظمة. المهم الحقيقة ولا تقل عن قوة القضاء الأمريكي، آسف القضاء المصري الذي أنصف قضيتنا الوطنية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير المصريتين بحكم القضاء حكما نهائيا باتا. المهم بيكمل بعد كده في بيان أصدره مسؤول في الوزارة نقلته رويترز إن الوزارة تراجعت عن التعليق المؤقت للتأشيرات والأشخاص اللي بيحملوا تأشيرات لم يتم إلغائها يمكنهم السفر إذا كانت سارية، وبعد هذا القرار سمحت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي. نصت المحكمة في قرارها يا سادة على تطبيق الإيقاف المؤقت في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل أمر التقييد المؤقت اللي أصدره القاضي تحديا كبيرا لقرار رئيس الدولة، رغم أنه لا يزال الإمكان في أو لا يزال بالإمكان الإدارة الأمريكية الطعن على الحكم. سؤال، هل ترامب مستعد للصدام مع المؤسسات أم أنه ساعيا للصدام لا يعلم إلى أين سوف يجلب بأزمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها اللي كله حديث للأسف الشديد؟ لكن عندنا معارضة سياسية واجتماعية واضحة لها قيادات أصبحت موجودة في الشارع الأمريكي، صحيح أغلبهم من نخبة واشنطن، إلا أنه حدث
لم يسبق أن حدث أو تكرر في الولايات المتحدة، على الأقل من أيام لينكولن حتى لحظة اغتياله، واللي كانت قراراته بالأساس لها أبعاد اقتصادية على ولايات الجنوب. وهذه قصة تروى، لكن نروح للفاصل. أهلا بكم معنا، والجزء الثاني من حلقتنا النهاردة جزء نتطرق فيه للحديث عن جزء هام من قلب الوطن العربي. معلش المذيع السرح في شوية قراية كده، جزء بيحيطنا من الغرب ويحيط تونس من الشرق، وتونس التونس والسودان من الشمال، جزء لا يزال للأسف الشديد ينزف دما تحت خلافات داخلية إن أردت أن تسميها كذلك، يدفع فاتورتها من المفترض الناتو والغرب كله هم سبب الأزمة الحقيقية اللي موجودة في ليبيا. مصر بتحاول قطعا وبالطبع، وعدد من الأطراف الإقليمية الأخرى الحقيقة، حل هذه الأزمة قدر الإمكان حلا سياسيا. ده اللي بيفسر توافد الأطراف الليبية على زيارة القاهرة، أطراف إن أردت أن تصفها تأتي من الشرق والغرب، بداية من الفريق حفتر أو رئيس حكومة أو رئيس حكومة الوفاق الليبي السيد فايز السراج. ويبدو أنه الرياح محملة بثلج، وقد تهب هذه الأيام على مدينة البيضاء وعواصف درنة وحتى أجواء طرابلس الباردة انعكست على الأجواء اللي بتعيشها ليبيا، حتى تزيد من دقة الأوضاع في هذا القطر الشقيق، ولنا فيهم نسب وصهر وأخ. خلونا لا نطيل عليكم، ويسعدنا ويشرفنا ان احنا موجود معانا داخل الاستوديو ضفنا في برنامجنا السيد عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق، نتحدث معه حول قطعه من قلوبنا ليبيا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي الحال؟ الله يخليك. كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هل هناك رياح محمله بالثلج فعلا تهب على ليبيا او الحلول السياسيه للازمه؟ بكل تأكيد، يعني الأزمة الليبية في نهاية المطاف ستشهد انفراج وحل بمعونة الأشقاء والأصدقاء بكل تأكيد، الذين نعول على دورهم كثيرا. تعلم الاتفاق السياسي، لا نريد أن يعني نستعرض أسباب الأزمة، فهي باتت معروفة منذ العام 2014، فبالرغم من كل ما حصل في ليبيا في أعقاب ثورة 17 فبراير، لكن تمكن الليبيون من أن يمضوا إلى أول انتخابات منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وينتخبوا أول جسم تشريعي أو تأسيسي وهو المؤتمر الوطني في شهر يوليو 2012. ثم هنا بدأت المشكلة من سيطرة بعض التيارات ذات التوجه والأيديولوجية الإسلامية داخل هذا المؤتمر الوطني، الذي حاد عن دوره المرسوم له طبقا للعلن السوري بأنه هو يبني في المؤسسات، في مقدمات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويقود البلد إلى الانتخابات الدائمة وتأسيس البرلمان الدائم. هذا لم يتأتى، ذهبنا إلى انتخابات أخرى، وقعت العملية الانقلاب على هذه الانتخابات اللي هي انتخاب مجلس النواب الذي بقي في شرق البلاد، وحيل بينه وبين مؤسسات الدولة ووزاراتها ودواوينها ومقراتها في العاصمة طرابلس. هذه بس ما معروفة. انتهينا إلى الأمم المتحدة وإلى حوار رعاه الأمم المتحدة بين الأطراف، أو سمي أطراف الصراع ما بين المؤتمر الوطني السابق والذي انتهت ولايته والبرلمان، أنتج اتفاق سياسي. الاتفاق السياسي للأسف الشديد وصل إلى طريق مسدود الآن قرابة العام ولم يحقق شيء. أنتج مجلس رئاسة، ولكن حكومة الوفاق ظلت متعثرة بسبب إشكالية داخل الاتفاق السياسي. منذ شهر ديسمبر الماضي مصر الشقيقة دخلت على خط الأزمة الليبية بشكل أوضح وأقوى، هي طبعا جزء من المجتمع العربي، دول الجوار، وجزء من المجتمع الدولي، وحاضرة في كل جولات الحوار عبر ممثليها وسفرائها، ولكن بشكل مباشر من يهتم بالملف الليبي داخل القيادة المصرية دعا الفرقاء الليبيين ودعا كثير من المكونات الثقافية والمناطقية من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب إلى اجتماع في 12 و 13 من ديسمبر الماضي، وكان برئاسة سيادة الفريق حجازي رئيس الأركان المصري، ومعالي الوزير سامح شكري رئيس الدبلوماسية المصرية، والتقوا مع كل المكونات تقريبا ما بين البرلمان وما بين
القيادة العامة للجيش ومجلس الدولة اللي هو حل محل المؤتمر السابق، يعني من كل مكونات من الشرق ومن الغرب ومن الأطراف، وانتهوا إلى وجوب تعديل الاتفاق السياسي. هذا الاتفاق السياسي الذي أنتجته الأمم المتحدة وهيئة الحوار يجب أن يعدل إذا أردنا للأزمة السياسية أن تحل وفقا لهذا الاتفاق الذي هو مدعوم دوليا. نحن نعلم أن الاتفاق السياسي تم دعمه وتم إصدار قرار من الأمم المتحدة بدعم مخرجات الاتفاق السياسي ومنها مجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني اللي أصبحت هي الوحيدة التي تحظى بالشرعية الآن في ليبيا من قبل المجتمع الدولي طبعا، ولكنها لم تحظى بشرعية البرلمان الجهة التشريعية والرقابية لهذه الحكومة. هذه هي الإشكالية. اجتمعت هيئة الحوار بعد اجتماع القاهرة وتبنت الأمم المتحدة مخرجات اجتماع القاهرة، والسيد المبعوث الأممي التقى بالدبلوماسيين في مصر هنا وأشاد بما تحقق في اجتماع القاهرة من نقاط أساسية، وتم اعتماد هذه أو ثلاث مقترحات أساسية من اجتماع القاهرة تم تبنيها من هيئة الحوار من الأمم المتحدة. كويس. بقي أن يجتمع مجلس النواب الليبي والسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن صحيح. في ليبيا ليضمن هذه التعديلات ويوافق على حكومة الوفاق الوطن التي قد تشكلها أو يشكلها مجلس الرئاسة بعد إعادة النظر حتى في المجلس الرئاسي، والجميع اتفق أن المجلس الرئاسي بهذه الكيفية غير صالح فيجب أن يعدل ليكون من رئيس ونائبين بدل من رئيس وخمس نواب وثلاث وزراء مفوضين. صيغة التسعة هذه لم تعد مجدية على الإطلاق، وهي أحد الأسباب التي حالت دون الوفاق. قد تمضي الأمور في هذا الاتجاه ونرى أن مجلس النواب تمكن من الانعقاد، لأن للأسف حتى الانقسام أصاب مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للحوار أساسا ولمخرجات الحوار حكومة الوفاق الوطني. فمن هذا الجانب ومن هذه الرؤية ومن الدول الجوار كمصر وتونس والجزائر الآن يعني تقوم بدور مهم من أجل المساعدة في حل الأزمة الليبية، إذا ما تحقق ذلك أعتقد ستجد الأزمة طريقها إلى الحل بإذن الله. طب يبدو أن الأزمة الآن داخل مجلس النواب بسبب الانقسام الذي صحيح. أصاب هذا المجلس صحيح. طيب إذا كان لدي انقساما وحتى لو انعقد المجلس فإلى أين سوف يذهب بها هذا الانقسام حتى في إطار الانعقاد؟ طبعا المجلس النواب بجانب أنه الانقسام كان حول الحوار، هناك من رفض فكرة الحوار أني أنا لا أتحاور مع من قلب على شرعية البرلمان ورجع إلى السلاح واستقوى بالسلاح واستولى على مؤسسة دولة بالسلاح، وفريق آخر لا يدعو إلى الحوار وهذه مشكلة يجب أن تحل عبر مائد الحوار، والغالبية مع الحوار ومع حل الأزمة السياسية عن طريق الحوار، ولكن مخرجات الحوار تم الاختلاف عليها. حتى من كان يؤيد الحوار هو لم يوافق على مخرجات الحوار. لماذا؟ لأن شاف أن في مخرجات الحوار مساس بالمؤسسات الوليدة التي تكونت مثل الجيش الوطني الليبي اللي تكون في شرق البلاد بقرار من مجلس النواب ودعم من مجلس النواب، والذي يحارب الإرهاب الآن قرابة 3 سنوات في شرق البلاد، وقاب قوسين أو أدنى أن يحرر كل منطقة الشرق من أي وجود للتنظيمات المتطرفة والإرهابية كتنظيم الدولة وأنصار الشريعة والقاعدة وما غير التي تحالفت جميعها في مواجهة هذا الجيش. إذن هذه هي الخشية. الآن مشكلة مجلس النواب بجانب الحوار السياسي، هناك جزء من نواب المنطقة الجنوبية منطقة الجنوب الليبي قاموا بتعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية في الجنوب الليبي، والذي لم يستطع مجلس النواب بحكومته المؤقتة القابعة في البيضة بأن يمد نطاق خدماته وما يقدمه وما يجب أن يقدمه إلى أهل الجنوب، وحدثت يعني إشكاليات كبيرة في الجنوب، انقطاع للتيار الكهربائي، انقطاع للمياه، توقف شبه يعني كامل للحياة. هذا قاد نواب المنطقة الجنوبية وهم يعني بالعشرات إلى تعليق عضويتهم. إذا ما رجع أعضاء المنطقة الجنوب ورجع أعضاء المنطقة الغربية المؤيدين لحكومة الوفاق، ولكن من أجل إنقاذ هذا الاتفاق السياسي وتغيير مخرجات الاتفاق على ضوء ما تم إقراره في هيئة الحوار، أعتقد ستبنى توافقات داخل المجلس، ولا أظن إلا أن رئاسة المجلس النواب تسعى في هذا الإطار إلى عقد جلسة مكتملة النصاب، لأن حضرتك تعرف أن تعديل الإعلان الدستوري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، والثلثين يعني ما يقارب من 130 عضو، وهؤلاء لم يجتمعوا حتى الآن، يعني اجتماعاتهم لا تتجاوز 100 وبعض
المئة من عدد النواب، وهذا لن يحقق التعديل للعنان السوري لكي يضمن فيه الاتفاق السياسي بعد إجراء التعديل عليه. نعدل الاتفاق السياسي لنضمن المؤسسات التي انبثقت عن العملية السياسية كالبرلمان، وهذا تم التأكيد عليه، وكذلك القيادة العسكرية، والآن تم التأكيد عليها من خلال إعطاء المرجعية كقيادة عليا للجيش الليبي إلى السلطة المنتخبة هو مجلس النواب. إذا ما تم التوافق على ذلك أعتقد سنبدأ في حلحلة الأزمة الليبية التي توقفت ووصلت فعلا إلى طريق. تعتقد أنه في أطراف إقليمية وأطراف دولية ليس من مصلحتها على الإطلاق استقرار الأوضاع في ليبيا؟ والله أنا نقول أستاذ يوسف كتر من لا يهمهم استقرار الأوضاع في ليبيا، كتر من استفادوا من أوضاع المأساوية والفوضى من تجار حروب ومن دعاة إلى الحرب ومن دعاة إلى الانفصال وإلى التقسيم. هؤلاء طبعا لا يريدون للأزمة الليبية أن ترى الحل، وأصبحوا هضم مستفيدين. فيما يتعلق بالأطراف الدولية، أنا واثق أن دول الجوار الليبي تسعى بكل تأكيد لحل الأزمة الليبية، لأن انعكاساتها على هذه الدول واضحة. يعني دولة زي مصر يعني لا هدف لها إلا تحقيق الاستقرار في ليبيا، صحيح، لأن هي تمر بأزمات أيضا وتمر بحرب على الإرهاب، ولا تريد أن يكون عمق الاستراتيجي مهدد من هذه الجماعات التي في نهاية المطاف هي يعني مؤذية لهذه الدولة الشقيقة والجارة. كذلك الحال بالنسبة لتونس، نحن تأذينا من المقاتلين الذين انضموا إلى هذه الجماعات من تونس، وهم قوام القوة التي تقاتل في هذه التنظيمات هي من تونس، ولكن أيضا تونس تأدت من عدم استقرار الأوضاع حتى اقتصاديا في ليبيا. كذلك الحال بالنسبة للجزائر، أنا لا أشك أبدا أن الدول العربية تسعى جاهدة من أجل حل كل الدول العربية، لكن إقليميا طبعا هناك حسابات مختلفة لهذه الدولة أو تلك، هناك حسابات مختلفة. زي مثلا وأي نوع من الحسابات؟ نعم، حسابات مختلفة كالدول العربية، كحتى في الجامعة العربية هناك بعض القرارات الخاصة بالحالة الليبية والتي تدعم المؤسسات الأمنية لم تصدر بإجماع الدول العربية. هناك دول تحفظت ودول امتنعت عن التصويت في العديد من المناسبات، اعتبارا من تاريخ الأزمة في 2014 2015 2016. خطاب دولة قطر في الأمم المتحدة كان مناهض لما يقوم به الجيش الليبي من حرب على الإرهاب، ووصف ما قام به الجيش الليبي من تحرير المواد النفطية بأنه احتلال، وهذا كان في خطاب شهير في الأمم المتحدة في الدورة الأخيرة، صحيح، الدولة 37 للجميع العام الأمم المتحدة. إذا هذه الدول مفهومها للأزمة الليبية يعني هي لا تفهم الواقع في ليبيا أو ما يجري حقيقة فيه، أو هي تفهم الواقع ولكنها تتعامل معه بشكل لا يحقق مصلحة الليبيين. الليبيون خرجوا في أكثر من 10 مدن ليبية في أعقاب سيطرة الميليشيات المسلحة يطالبون بجيش ويطالبون بأمن وطني، شرطة وجيش. المجلس أو المؤتمر الوطني أول جسم منتخب فشل في هذا الاستحقاق، خرج الناس على هذا، خرجت أكثر من 11 مدينة ليبية ضد المؤتمر الوطني وقالوا لا لتمديد المؤتمر الوطني، وتم إسقاط المؤتمر الوطني وذهبنا إلى انتخابات وأنتجنا برلمان. إذن إرادة الليبيين في الممارسة الديمقراطية وفي التداول السلمي على السلطة وفي إحلال نظام ديمقراطي بدل النظام الدكتاتوري الذي كان قائما والذي أوصل البلد إلى ما أوصلها من عدم وجود أو فرخها من كل مؤسساتها، هذا الذي نعاني منه الآن. الليبيين مصرين على بناء الدولة، الذي وقف حائل دون ذلك هو انتشار السلاح. تعلم أن في أعقاب الثورة انتشر السلاح في ليبيا، صحيح، انتشار النار في الهشيم، صحيح. لماذا؟ لأن أكثر يعني حسب التقارير المحلية والدولية أكثر من 30 مليون قطعة سلاح كانت في متواجدة في ليبيا، انتشرت بين كل المكونات. الآن يعني هذا الذي نعاني منه، جزء من هذا السلاح ذهب إلى المؤدلجين أو الإسلاميين ما يطلق عليه الإسلام سيح. وهنا أنا لا أستثني ولا أميز بين هذا التيار، ما بين إسلامية مقاتلة، ما بين إخوان، ما بين ودروعهم وجماعاتهم المسلحة، ما بين أنصار الشريعة، ما بين تنظيمات الأكثر تطرفا كالقاعدة، وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي وجد له موطئ قدم في ليبيا، استفاد من حالة السيولة الأمنية، نعم، وحالة الرخوة في الهشاشة الوضع الأمني، واستحوذ على جزء من هذه الترسانة من السلاح، وأصبح يعني يحتل مدن بأسره كمدينة درنة في الشرق الليبي، كمدينة سرت في الوسط الليبي، وكما بعض المدن التي استهدفها هذا التنظيم في الغرب الليبي وكذلك في الجنوب. إذن الأمر ليس هينا، ولكن الأمر لن يستقيم إلا عندما تكون هناك مؤسسة وطنية عسكرية واحدة، طبعاً. وهذه من التوابط الوطنية، كما نحافظ على دولة ليبيا واستقلالها وسيادتها على كامل أراضيها، أيضا ندعم وجود مؤسسة عسكرية تمثل الجيش الليبي ومؤسسة أمنية قوية واحدة تمثل الأمن الليبي، مؤسسة تشريعية واحدة، وهذا ما أكدنا عليه في اجتماع القاهرة بكامل المكونات، لا خلاف على الإطلاق، ما بين سياسيين، ما بين أكاديميين، ما بين إعلاميين، ما بين قانونيين، تم التأكيد على هذه المبادئ
في ما عرف ببيان القاهرة الأول الصادر في 12 و13 من ديسمبر، وهذا ما تبنتها حتى هيئة الحوار من خلال التعديلات التي انتهت إليه. طيب يمكن أنا فاضل لي تقريبا حوالي دقيقة أو نص، لكن لفت نظري مسألة ذكركم لقطر، وبطبيعة الحال كان يجب أن يذكر نظرا للكلمة التي ألقتها دولة قطر في الدورة 37. نعم. ما هي مصلحة قطر وراء عدم استقرار ليبيا؟ لماذا تدفع إلى حالة عدم الاستقرار؟ يعني أعتقد أن المسألة ليست إقليمية وإنما دولية. في هنا ليس قطر، أمريكا وبريطانيا كانت تدعم ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل. هم يرون في هذا التيار الإسلام السياسي معتدل، نحن لا نرى أي نوع من الاعتدال في تعاطي هؤلاء في المجال السياسي. هم يرون الاعتدال عندما يتبعوا المسألة الديمقراطية حتى يصلوا إلى السلطة، ولكن إذا وصلوا إلى السلطة لا يرد أن يغادروا هذه السلطة، وإذا أقصوا عن السلطة بصناديق الانتخاب يقلبوا ظهر المجن ويلجأوا إلى السلاح، وهذا ما حدث في ليبيا. إذا أنا لا أتحدث هنا عن تيار إسلام سياسي معتدل، لأن لا نجد هذا الاعتدال، وأنا في العملية السياسية لا أؤمن بإدخال هذه المسألة مسألة الدين في الانتخابات والسياسة. لا داعي لتوصيف الميليشيات المسلحة بأنها معارضة معتدلة أو إسلام سياسي لا معتدل. لا يوجد حزب سياسي يمارس العمل السياسي ويكون له جناح عسكري ينقلب على السلطة إذا لم تصله أو توصله صناديق الاقتراع إلى السلطة. إذا هذا لا يمكن أن نسميه حزب سياسي على الإطلاق. هذا موجود في ليبيا للأسف شديد. الدعم كان واضح من هذه الدول لهذه الجماعات، وحتى المبعوث الأممي الأسبق أشار إلى هذه، قال عليكم أن تقاسموهم السلطة حتى ولو لم يأتوا بصناديق الانتخاب، وهذه ليست ديمقراطية على الإطلاق، ولن نؤمن بها ولن نقبلها. وكأننا نتقاسم غنيمة أو كعكة تورتة إلى آخره. أنا عايز أشكر حضرتك جدا سيد عبد الحفيظ الغوقة على وجودك معنا النهاردة. السيد عبد الحفيظ الغوقة أو السيد عبد الحفيظ الغوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق كان ضفنا في برنامجنا بتوقيت القاهرة. لن تكون آخر مرة نلتقي بهذا السيد المحترم، نلتقي قريبا إن شاء الله في ظروف أفضل على ليبيا وعلى مصر بالقطع. تنتهي الحلقة عند هذا الحد في مناقشة بسيطة سريعة جدا. لقيت حد بيقول أصل الفلسطينيين دول، عايزين مرة نعمل حلقة كده على تاريخ فلسطين عشان تعرفوا تاريخ لشعب ودولة أبية قضيتها هي قضيتنا المركزية. خلصت الحلقة، ونقابلكم بكرة 8 مساء بتوقيت القاهرة.